السلام عليكم ورحمة الله. لتعيين أي أغنية كنغمة رنين في هاتفك الآيفون أو الآيباد أو الآيبود الشغال بنظام iOS 9 أو أي نظام آخر، يلزم عليك تنزيل تطبيق جراج باند. هذا هو التطبيق كما ترى أمامك. التطبيق مدفوع، يمكنك تنزيله بالمجان إذا كان لديك جيل بريك من خلال تطبيق أو متجر أب كيك كما ترى هنا. هذا هو تطبيق الأب كيك، أو إذا لم يكن لديك جيل بريك يمكنك تنزيله من التونجبو، الفي شير، كذلك الهيب ستور أو أي متجر آخر لا توجد أي مشكلة. بعد تنزيل التطبيق وتثبيته على هاتفك الآيفون ستقوم بالدخول إليه. طبعا تطبيق رائع، يوفر لك العديد من الخيارات، ليس فقط تعيين الأغنية كنغمة رنين ولكن وكأنه استوديو صوتي للتعديل على الأصوات بكل ما تريده بمختلف الطرق التي تحتاجها. على العموم ما يلزمنا في هذه الحلقة هو تعيين أي أغنية كنغمة رنين. عند الدخول إلى التطبيق في أول مرة ستجد هذه الواجهة، استختار منها علامة الأوديو ريكوردر أو علامة الميكروفون. ستظهر لك هذه العلامة هنا، من هنا من الأعلى ستقوم بإلغاء هذا الخيار. بعد ذلك ستقوم بالضغط هنا على هذه الأيقونة، هذه طبعا ليظهر لك هذه الواجهة أو هذا الشكل كما ترى أمامك. الآن ما عليك فعله هو الضغط هنا على هذه العلامة هكذا حتى تضيف أغنية من الأغاني الموجودة في هاتفك الآيفون. تختار من هنا الميوزيك سونغز، تختار بعد ذلك أي أغنية تريدها بالضغط مطولا عليها هكذا وسحبها إلى البداية كما ترى أمامك هنا في الشريط. طبعا يمكنك التحكم في الطول، متى تنتهي، متى تبدأ، كل ما تريده هكذا. لا تريده أن تبتدئ من البداية في المقدمة، تستطيع يعني التقديم والتأخير، تحديد مدة معينة لأي نغمة تريدها. يمكنك أيضا إضافة أغنية أخرى بعدها، يعني تدمجهم مع بعضهم وغير ذلك. فعلى سبيل المثال هنا أصبحت هذه هي النغمة التي أريدها، أقوم بلصقها في البداية هكذا. الآن ما عليك فعله هو الضغط هذا على هذه الأيقونة التي بالأعلى هكذا و My Songs حتى يتم حفظ هذه الأغنية. الآن ستجدها هنا في الجراج باند ظهرت لك، تقوم بالضغط عليها مطولا طبعا. بعد ذلك تضغط على هذه السهم وهذه الخيار الخاص بالمشاركة وتضغط على رينج تون، تكتب الاسم الذي تريده، على سبيل المثال اسم الأغنية هكذا، وتضغط اكسبورت. اوكي الاسم موجود قال لي، فاكتب اي شيء اكسبورت هكذا. اوكي الان اذا انتقلت الى الاعدادات وذهبت الى السونس واخترت الرينج تون، ستجد الهيلو 2 هنا قد تم اضافتها بالفعل، يمكنك اختيارها الان وحفظها بهذه الطريقة السهلة والبسيطة.